سيد طلحة، خلينا نكون واقعيين، يعني صحف عالمية وعبرية قالت بأن هذا اللقاء يعني تم الحديث فيه عن تبادل المصالح بين السودان وبين الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي طلب من عبد الفتاح برهان أن يسمح للطائرات الإسرائيلية القادمة من أمريكا اللاتينية بالمرور في أجواء السودان، وكذلك عبد الفتاح برهان طلب من بنيامين نتنياهو بأن يعني يتوسط في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وحذف السودان من قائمة الإرهاب بناء على ما تقوم به الولايات المتحدة. هذه الأمور ألا تعفي عبد الفتاح برهان أمام الحكومة الانتقالية وتبرئه ربما من هذا الفعل؟ أنا أطرح سؤال أكثر بناء على هذا السؤال الذي تفضلت وبطرحه، أطرح سؤال أكثر أهمية: من الذي رتب هذا اللقاء؟ هذا اللقاء يعني لا يمكن أن يكون نتنياهو موجودا في عنتبي وعبد الفتاح البرهان موجود أيضا هناك في هذه المدينة الأوغندية وتم اللقاء هكذا عفوا وبترتيب. هناك مسألة أساسية، أن أوغندا التي قيل بأنها رتبت هذا اللقاء لا يمكن أن تبادر إلى هذا الأمر إذا لم تكن هناك اتصالات مسبقة. هذه مسألة يعني لا يمكن أن يقبل العقل بأن هذا اللقاء وليست مصادفة وتم يوم الاثنين فقط. السؤال الأساسي الآن هو: من الذي رتب هذا اللقاء؟ ومتى بدأت هذه الاتصالات؟ ولماذا اقتصرت على مجلس السيادة، علما بأن الحكومة هي التي مسؤولة على السياسة الخارجية ووزيرة الخارجية قالت بأنها لا تعلم؟ هي يفترض في الواقع لا تقول هذا التصريح، يعني حسب ما سمعت أنها لم تكن على دراية بهذا الأمر. موضوع بهذه الخطورة بهذه الوضعية يفترض أنها لا تكتفي بالقول بأنها لم تكن تعلم، بل يفترض أن تقدم استقالتها، هذا أقل شيء، لأن وزير خارجية أو وزيرة خارجية لا تعرف رئيس الدولة واجتماعاته، وإذا تعلق الأمر بدولة بإسرائيل ونحن نعرف بأن السودان ملتزم بقرارات الجامعة العربية وملتزم أكثر من ذلك بالموقف السياسي الذي يعود إلى عام 67، لا صلح ولا اعتراف ولا اتفاق مع إسرائيل. طيب، فكيف يحدث ذلك وتأتي وزيرة الخارجية وتقول بأنها لم يكن لديها علم؟ إذا لم تكن لديك علم بمسائل أساسية وبقضية أساسية مثل هذه يفترض أن تقدم استقالتك، هذا أقل شيء. التصريح لا يعفي من هذه المسؤولية. طيب، الجهة التي رتبت هذا اللقاء وأشرفت على تنسيقه، يعني ماذا تهدف هذه الجهة؟ ما الدوافع التي دفعتها لأن تجمع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وعبد الفتاح برهان؟ دعني هنا أتحدث كصحفي، ليس لدي معلومات في من الجهة التي، أنا فقط أطرح السؤال. أيا تكون الجهة، مؤكد بأنه الجهة التي طلب منها ترتيب هذا اللقاء تلقت تعليمات من واشنطن، وهذا تقديراتي وأعرف جيدا هذا الأمر بحكم السنوات التي أمضيتها هناك. إذن من رتب هذا اللقاء هي دولة في المنطقة، دولة إقليمية لا أستطيع أن أجزم لأن لا تتوفر لدي معلومات، ولكن مؤكد بأنه طلب منها أن تقوم بهذا الدور، ونحن نعرف بأن طلبات واشنطن في كثير من الأحيان تتحول إلى أوامر وليس مجرد طلبات لدول المنطقة، وهذا هو الوضع المؤسف الذي وصلنا إليه.